لمناقشة تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة الحقوقية تحرير العبيدي. أستاذة تحرير، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزارة الداخلية حيث أعلنت إحباط عملية اتجار بالبشر في بغداد، بينما تقول تقارير حقوقية إن أكثر من 40 عصابة تتاجر بالبشر وهي تنشط في العراق. ولكن السؤال المطروح هنا أستاذة تحرير، ما هي الأسباب التي تجعل هذه الجريمة تزداد في أي مجتمع؟ السلام عليكم. تحية لحضرتكم مشاهدي قناتكم الكرام. من المعروف أنه العراق، المجتمعات العراقية كانت من المجتمعات المحافظة واللي كانت آمنة ومستقرة قبل 2003 ودخول قوات الاحتلال للعراق. تغيرت كثير من قيم المجتمع، تغيرت كثير من ظواهر اللي ظهرت، مكانت كانت غريبة على المجتمع العراقي. نعم. عفوا. لكن ظهرت حالات غريبة على المجتمع وعلى عادات وتقاليد وأعراف المجتمع العراقي وأهالي العراقيين. منها يمكن أكثر أسباب هذه الظواهر يرجع إلى ارتفاع نسبة البطالة و الحالات، ارتفاع نسبة الفقر وتزايد، يعني السنوات هي تطير في حالة تزايد لنسبة ارتفاع نسبة يعني المشمولين بانخفاض مستوى الدخل المادي وارتفاع خط الفقر اللي يصيب يعني أعداد كبيرة. نعم. كانوا يمكن من الطبقة الوسطى اللي تحولت إلى الطبقة الفقيرة. هل يمكن أن نقول أن موضوع عملية الاتجار بالبشر خاصة في العاصمة بغداد يعني تحولت من حالة إلى ظاهرة في المجتمع العراقي؟ هل يمكن أن نطلق تسمية ظاهرة أستاذة تحرير؟ نعم، كثير من الحالات بدأت تتحول إلى ظاهرة. نعم. مثل المخدرات اللي كانت غريبة على المجتمع العراقي، مثل الاتجار بالبشر اللي تصير حالات يعني غريبة انه تصل انه الاب يبيع بنته، الاخ يبيع كلية اخته، يعني حالات غريبة جدا بتصير وما كانت يعني ما كانت موجودة يعني نهائيا. هذه الافكار والعادات والحالات اللي بتصير حالات دخيلة على المجتمع العراقي اللي كان يعتبر مجتمع معتدل، امن، مستقر، عشائري. نعم. ملتزم جدا بالقيم والاعراف يعني الالتزام الديني والاجتماعي. فهذه ظاهره يعني ظهرت، يعني تحولت الى ظاهره، هذه التصرفات تحولت الى ظاهره بعد دخول الاحتلال الامريكي الى العراق. هل يمكن ان نربط تزايد نفوذ الفصائل المسلحه الميليشيات في العراق مع ازدياد ظاهرة الاتجار بالبشر؟ هل وجود الفصائل المسلحة هو الذي أعطى الحق والصلاحية بأن تكون الاتجار بالبشر أن تكون ظاهرة أستاذة تحرير؟ يعني كلما قل الالتزام وتطبيق القانون كلما كانت هناك حالات التجاوز والتصرفات الجنائية والإجرامية تزداد، يعني تناسب صار ديما فيما بينها. لكن ممكن انه يعني ال 40 اصابه اللي موجوده بالعراق اللي مسجله لم يتبين مرجعها لحد الان. وكثير يعني مطالبات انه نعرف من هم من يقوي ويشجع وينشط هذه العصابات اللي تقوم بتجاره البشر. عندنا مشكله يمكن همنا ظاهره اصبحت ظاهره الكافيهات، فتح الكافيهات اللي يعني يعملون فيها الفتيات وهو نوع من انواع التجاره بالبشر ايضا، وحالات هروب تصير في مناطق فقيره من وسط وجنوب العراق الى المناطق الشماليه. يعني هاي الحالات الهروب لفتيات، ممكن تكون قاصر، ممكن تكون شابات بعيدا عن الاهل، هروب من الاهل والعمل في هذه الكافيهات. يعني مشكله هذه الكافيهات انه دا تنفتح بدعم من جهات متنفذه، وبالتالي هي دا تكون مرتع ومكان خصب لحالات الاتجار بالبشر والاتجار بالفتيات خاصه. الجهات التي تقوم بالاتجار بالبشر كما ذكرتم ومن خلال اطلاعكم هي عصابات مدعومة من جهات متنفذة،
ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأطفال واستغلالهم تدق بطبيعة الحال ناقوس الخطر في العراق، هل الفقر والبطالة دور في اتساع هذه الظاهرة أستاذة تحرير؟ نعم، هو السبب الرئيسي الذي ينسب إليه أنه حالة البطالة وحالة الفقر وحالة الأمور، يعني الدافع المادي اللي يقوم ببيع بنته أو يقوم ببيع كلية أخته أو يقوم ببيع طفل أو حالات المتسولين اللي تنزل، يعني إصابات تنزل تروج لحالات التسول للأطفال، أكيد الدافع الرئيسي عند يعني عند إلقاء القبض عليهم وعند محاكمتهم وعند يعني كان الدافع الوحيد اللي يعلنوه أنه فعلا أنه هم يعني حالة العوز والفقر. وبشكل عام أنه تزداد هذه الظاهرة في الأماكن الفقيرة وتصير في بين المجتمعات في بين العوائل يعني العاطلين عن العمل، الفقراء، يعني وترتفع بارتفاع نسبة المخدرات في المجتمع، وتصير يعني أكثر اللي يعطون المخدرات هم الذي يقومون بعمليات الإتجار بالأطفال أو الأبناء أو العوائل. ما المطلوب من الحكومة والبرلمان والقضاء في العراق كي يتم القضاء على هذه الظاهرة؟ من أين يكون الانطلاق أستاذة تحرير؟ الانطلاق يكون من تطبيق القانون بشكل عادل وبشكل منصف وبشكل واضح بدون أي استثناءات، أن يطبق أن يقطع رأس الخطأ والخطأ والعصابة من الأساس اللي تدعم هذه يعني تدعم هاي الحالات الإتجار، إضافة إلى أنه يعني منع الفساد وتحسين المستوى المعاشي للعوائل أكيد راح يكون سبب عند تقوية القطاع الخاص ورفضه ودعمه بصناعة تشغيل المعامل اللي ممكن أن تكون سبب في تشغيل الأيدي العاملة والاهتمام بالاقتصاد الخاص والقطاع الخاص، إضافة إلى القطاع الحكومي راح نلاحظ أنه يعني راح يرتفع المستوى المعاشي للعوائل اللي بالتالي ممكن أنه تنخفض عندهم هذه الدوافع التي يدعوها للإتجار بالعوائل. أستاذة تحرير، تغليظ العقوبة من قبل القضاء، هل تعتقدين أنه سيكون رادعا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر؟ على سبيل المثال يعني لو يصدر القضاء في العراق بالاتفاق مع البرلمان والحكومة أن من يقوم بالاتجار بالبشر فعقوبته الإعدام، هل تغليظ العقوبة سيخفف أو سيحد من ظاهرة الاتجار بالبشر أستاذة تحرير؟ يعني أكيد قبل عام 2003 كانت العقوبات شديدة على المخدرات، كانت عقوبة من يتاجر بالمخدرات يتعرض للإعدام، حكم إعدام. الاتجار بالبشر كان حكم إعدام. كثير من الجرائم كانت عقوباتها مغلظة وشديدة وتنفذ حالا، يعني أنه من أمن العقاب وأمن من أنه من يجد لديه من يمكنه من الخروج وتخفيف العقوبة أكيد سيكون هذا الدافع اللي كثير من الجرائم اللي نلاحظها حاليا واللي أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع العراقي. من بغداد الناشطة الحقوقية تحرير العبيدي، شكرا جزيلا لكم.